السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله هتكونون بخير. طلاب، إن شاء الله نكمل المحاضرات الخاصة بمادة المعمارية. طلاب، إحنا أخذنا موضوع الـ Right Policy، أخذنا جزء من أنواع الـ Right Policy، وصلنا إلى النوع اللي هو الـ Right Bug while الـ Right Through provide us the best consistency. It does not help us with write operation latency. The cache retains a response to the client only after the packing store is updated. قول بينما أنه هو أخذنا إحنا write through اللي هي تجهز أفضل حل وأفضل شيء ممكن أنه أنا أستمر حتى أتعامل ويا مع الكاش. بس هي ما تساعدنا ويا الـ Write Operation Latency. الشغلة الأخرى إنه هي ما تعطي إجابة للـ Client، تعطي بس بعد ما إنه هي تسوي Update المن للـ Working Store مالتها. يعني شنو؟ هذا يقول إنه هو صح إنه هي تعطينا الـ Write Throughs مثال أفضل، بس هي شنو تاخذ أول شيء إنه هي ما تتعامل ويا الـ Right Operation. شغلة الأخرى إنه هي إن الكلاينت ينتظر لحد ما هي تشوف تحدث المكونات مال الستور مالتها، بالتالي بعدين يلا تعطي إجابة للكلاينت. زين، يعني شنو؟ يعني لازم هي أني أتعامل وياها بشكل متزامن، يعني الإجابة تكون متزامنة، بالتالي لازم أني إجاني بلوك معين أحدث بالمحتويات مالتي، إجاني مثلا إبدال، عملية إبدال ببلوك معين همينة تحتاج تحديث، بعدين مثلا صار فالطلب على بلوك معين آخر، تجي لازم انه هي بعد التحديث وبعد العمليات اللي صارت بيها بعدين يلا انه هي تعطي الريسبونس مالتها الاجابة. We may take advantage of our fast cache storage to streamline this as well. To do this we would have to retain a response before updating the backing store. فبالتالي انه لازم ناخذ فائدة انه احنا عدنا دا نتعامل ويا ذاكرة الكاش اللي هي تكون سريعة. زين، فحتى اسوي استفاد من هذا الفائدة اللي موجودة وهاي الخاصية الموجودة بالكاش، اسوي انه انا يعني شو راح اسوي؟ راح اشتغل على شغلة مهمة اللي هي اني اعطي اجابة سريعة، بما انه انا عندي ذاكرة سريعة، عندي ذاكرة معنونة، ذاكرة بها البلوكات انا ما اضيع بها، الذاكرة هذه استفاد من هاي الخاصية مالتها، بالتالي انه اني قبل ما اني احدث وقبل ما اسوي اي شيء اني اعطي اجابة. زين، هذه الحالة in this case the packing store updates have been asynchronous. يعني شنو يعني asynchronously؟ يعني انه هي مو بشكل متزامن، يعني انه هي تسوي update تجي اجابة تعطيها، يعني تيجي في الطلب معين تعطي اجابة سريعة بعدين وراها تسوي update. زين، يعني فتسوي update بشكل asynchronously in a separate sequence. اوكي، we can kick off such a sequence in several way right before the response return. انه اني اسوي هذا الشيء بعدة طرق، before بعد ما اني الاجابة اللي تكون ترجع اللي بشكل صحيح وبشكل مستمر periodically or integrated into cache evocation based on cache integrity state. هذا الشيء على منو يعتمد؟ يعتمد على الكاش ديرتي ستيت. يعني شنو؟ يعني انه الكاش راح يصير بيها
احنا دائما السرعة لازم، اذا انا عندي سرعة لازم اني اذا اشتغل على فد ميزة معينة او كاركترستيك معين، هذا الشيء لازم اني مو اني اسوي كل حلول مثالية مثالية، بالتالي اني لازم السرعة عندي، الكلفة، الخزن، كلهن لازم اني اشتغل عليهن، لا اني حسب. ليش دائما مثلا واحد شي يقوله حتى اذا انت تشتري حاسبة شي يقولك حسب ما انت تستخدمها. انت شنو اللي تريده؟ تريده خزن؟ تريده مثلا انه انت العمل مالتك يكون هو اونلاين وسرعة وتحتاج هيك شي؟ حسب ما انت تريد. واني اجي مثلا اني اشتغل على السرعة واشتغل لازم اني احقق افضل شي بالسرعة، افضل شي بالكلفة، افضل شي بالخزن، افضل شي بالمعالجة، هاكليتين انه اني اشتغل عليها، لا ماكو هيك شي، ماكو شي مثالي 100%، لا، وإنما إحنا نحاول إنه نحسن، نطور، نجيب أشياءات يعني شان مساعدة، بالتالي إنه أنا أشتغل على جانب معين وأخلي أشياء مساعدة اللي هي تساعدني بجانب الآخر حتى أحقق أفضل حالة إنه أنا أريد أوصلها. بس أنا من عند اشتغلت على السرعة شنو صار عندي؟ صار عندي الكاش بها انتري ديرتي ستيت، يعني حالة الانتري صار بديرتي ستيت، يعني شنو؟ يعني ديرتي يعني مو نظيفة تكون. ليش؟ لان اني اجاني مثلا طلب على بلوك معين، اجى هذا الطلب انطلب، اكو حالات معينة اللي اخذناها بالكاش اللي هو هذا صح انا طلبته بهالمرة، بس ممكن انه اني يجيني بلوك اخر وأنا راح أحتاج هذا البلوك دائما، مثلا يعني إنه شلون أقولها، يعني إنه أنا مستمرة إنه أنا أحتاج هذا البلوك، هذا لا شو يسوي إنه مثلا كله حسب الاحتياج. إجت حالة إجى رأس خلى البلوك سواله بليسمنت، أو ممكن إنه هذا البلوك سواله بريبليسمنت. أوكي هسه راح تبين عندنا أكثر. for CPU cache we use a dirty bit as a state indicator. شو راح نستخدم؟ راح نستخدم dirty bit كمحدد اللي هو يحدد يشوف لي الحالة. software cache synchronous kick off before response return is generally preferable. We call this type of policy write back or write behind. فنشوف هذا الشكل مالتنا. اجاني write request نفس ما قبل كنا نشوفه انه احنا نشوفه hit هو او miss. فاذا كان miss انا وين اروح؟ اقول له هنا ايضا نحتاج الى cache entry، allocate cache entry. بعدين نرجع هنا write data into cache، يرجع هنا ايش يسوي؟ يقول return to caller. هنا ايش صار عندي؟ صار انه هو يقول asynchronous write data into source storage. هاي شنو هو؟ يقول لي استخدم evocation even or periodically. يعني شنو معناته؟ يعني انه هذا هنا بهذه الحالة اني من صار عندي طلب عندي مثلا فد رايت معينة سويت لها، هي مثلا اذا كانت موجودة رأسا اسوي لها رايت بالكاش، اذا كانت ما موجودة فاسوي انتري فد مكان اجيب واخلي بي البلوك المطلوبة وبعدين اجيبها اخليها بالكاش. نانا عندي سوى يقول سوي asynchronously write data into source storage، يعني شنو؟ انه هو انا الخزن ماتي مو متزامن مع الرايت. ليش؟ لان اعطي مجال انه اقول ممكن انه هذه الداتا انا ممكن انه انا ما استخدمها بالمستقبل القريب، ممكن انه انا بس اجتني فد حالة طلب معينة وسويت بيها. The asynchronous updates
bring us better responsiveness as well as the chance to improve throughput. For example, using يعني هو شو معناته هذا الكلام؟ يقول إنه التحديث اللي يكون asynchronous يعطينا أفضل استجابة، كذلك إنه فرصة حتى أحسن من الإنتاج مالتي. كمثال، أستخدم source storage, updating, patching. يعني شنو؟ يعني أستخدم خزن اللي هو يحدث، يعني مصدر خزن يتحدث. بجانب إنه write bug having more difficult implementation, it is possible to encounter consistently issue. يعني بجانب إنه أنا عندي write bug، أنا شنو أمتلك؟ أمتلك تنفيذ لأكثر من الصعوبات اللي أنا أواجهها. إنه من الممكن إنه أنا أحصل على حالة متكاملة بهذه الطريقة، لأن منو أنا من أحصل على شيء متكامل، بالتالي جا أواجه صعوبات بالجانب الآخر. Having the cache in volatile memory power outage before a write bug is complete would result in data loss. إنه أنا أمتلك الكاش بشكل ذاكرة تكون متطايرة، يعني عدم مو إلا أنا أحتاج طاقة الكهرباء قبل ما إنه رايت باغ هي تكتمل، راح يعطينا نتيجة بشنو أنا ممكن إنه أخسر بيانات. ليش قال أخسر بيانات؟ لأن هنا نش قال له من سوى؟ قال له لا تحدث بشكل متزامن. زين، هذا المشكلة الأسينكروناس هي هاي اللي سوت لي ممكن إنه تخليني أسوي يصير عندي داتا لوس. زين، more suitable issue also merge، يعني إنه قضايا مهمة أكثر هي سوولها دمج ويا من ويا تنفيذ write bug. Consider when we access source storage not only via our cache instance but using some other means as well, either by another cache instance or a direct write operation. The data which is not written to the backing store yet may reach the storage only after the direct write operation is complete. معناته هذا الحكي شنو يقول؟ يقول ممكن انه اني استخدم قضايا اخرى واخليها يعني عفوا، ممكن انه اني استخدم قضايا مهمة اكثر وادمجها ويا الرايت تنفيذات الرايت باك. مثلا في حالة انه اني اريد ان اوصل لخزن مصدر خزني مو عن طريق الكاش او حالات اللي تصير بالكاش، وانما مثلا بالحالات الاخرى اللي هي بالكاش اللي او مثلا اني اوصل لعملية رايت اوبريشن بشكل مباشر، فالبيانات اللي اني دا اسويها اللي اني دا اتعامل وياها او وصلت لها هي ما راح تصير انه اسوي لها رتن وين بالباكينج ستور، او ممكن انه هو ينتظر لانه هو دا يسوي شيء غير متزامن، او ممكن انه اني فقط اوصل للخزن بس ما يصير عندي، يعني بعد وصلت للخزن بس ما صار عندي رايت اوبريشن، صار تحديث بالباكينج ستور مالتي. After بعد ما انه صار الدايركت اوبريشن
أو بعد ما تكمل إدارة أوبريشن. حتى أتأكد من هذا إنه ما راح يحدث عندي. We must preserve operation, نحفظ العمليات, order at same level, some level. We call this technique transaction serialization. يعني شنو هذا معناته؟ معناته إنه أنت تصير عندك حالة رايت، بس أنت عندك شيء اسمه asynchronous، اللي هو التحديث مال الباكينج ستوري يكون asynchronous. صارت عندك عملية رايت وهو ما سوى تحديث، صارت عملية رايت أخرى وهو ما صار عندك تحديث. فش يقول إذا أنا عندي هاي المشكلة، مثل ما قلت لكم إنه إحنا إذا نشتغل على مثلا سرعة، أشتغل حتى يعني إنه أحسن السرعة، لازم أخلي أشياء يعني تعالج لي النقص اللي يصير بالجوانب الثانية. بس أنا من عالجت السرعة وقلت له أعطي إجابة مباشرة، فهذا ما صار عندي تحديث بشكل مباشر. ممكن إنه أنا أشياءات تنفقد، ممكن عمليات من الرايت أو من البيانات أنا تنفقد. فش دي يقول إنه لازم حتى نسوي هذا الحالة وأتأكد من إنه هذا الشيء ما راح يصير عندي، أسوي حفظ للعمليات اللي تصير بنفس هذا المستوى بهذه التقنيات اللي هي تقنية Transaction Serialization. Consider both the set of technique. يعني ليش أنا سويت إنه هذا عملية الحفظ حتى أحفظ مثلا صارت عندي بهذا المستوى، صارت عندي عملية رايت ما أضيع، كأنما شلون أني مثل فتشي يعني يعطيني المسار ماتي، يعطيني العمليات اللي انت صارت عندك وانت ما حدثت، خاف من ما تحدث راح يصير عندك انت يعني تضيع. Both of the set of technique to address this kind of problem and the concepts itself we use the term cache coherence. اوكي هسه عرفنا، راح نعرف شيء جديد اللي هو الكاش كوهيرنس. زين اللي هي شنو؟ اللي هي مجموعه من التقنيات حتى تعنون هذه المشكله اللي تصير بال الكاش في حاله الرايت باج. عندنا right allocation decision. The same way we modify right through policy to bypass the cache for cache misses, we may turn the right bug policy. This type of choose is known as right allocation. عندي right allocate. إيه شنو right allocation؟ يقول نفس الطريقة إنه أقدر إنه أنا أحسن مثل ما حسنت right bug، ممكن إنه أنا أحسن right through policy حالة من انتصار، خاصة في حالة المس. We may turn the right bug policy، ممكن إنه نشغل أيضا ويا مثل ما تعاملنا مع الـ right bug policy. فأختار شنو؟ راح أختار هنا الـ right allocation، right allocate or fetch on right، و no right allocate or no fetch on right. هذا شنو؟ هذا يقول decision to populate the cache before any subsequent باكينج ستور اوبريشن. اما بهذا الحاله هو الديسيجن تو باي باس ذا كاش اند موف فورورد وذ ذا باكينج ستور اوبريشن. زين يعني هنا بالحاله الاولى هو ان القرار اللي اخذه وبالتالي اعمم على الكاش قبل ما اي
تسلسل لعمليات الباكينج ستور يصير. أما هنا فهو لا، أني خلاص ما أقرأ، ما أخذ القرار حتى أنه أمرر الكاش أو أسوي له توجيه المن للعمليات والتحديثات اللي أصير بالباكينج ستور. هنا لا، ياخذ القرار قبل ما يسوي يعني شو اسمه تحديث للباكينج ستور، هذا لا يمرر بعد ما انه ياخذ قرار برأس تمرير المن للباكينج ستور اوبريشن. زين، applying a no fetch on write to write bug may improve to be challenged depending on the sequence trigger to update the parking store. As a result, the fetch on write is usually paired with write bug while no fetch on write is applied more often to write through. شنو هذا معناته الحكي؟ يقول تطبيق النون فيتش اون رايت الملي رايت باج ممكن انه هو يبرهني على التحديات اللي هي تعتمد على تسلسل مال اللي هو بيصير تحديث للباكينج ستور كنتيجة للفيتش اون رايت اللي هي العملية الأخرى. هي عادة أو بشكل مستمر هي ويا الرايت باج، بينما النون فيتش اون رايت هي شنو؟ ويا الرايت ثرو. فهسه عندنا الفيتش اون رايت هي ويا الرايت باج، والنو فيتش اون رايت هي ويا الرايت ثرو. شوي هي تدوخ بس يعني هيك راد لها شوي صفنة. Understanding trade-off. No matter if we design our cache from scratch or intend to use one of the many available, we have to understand what kind of policy fits or needs best in case we want to achieve maximum consistency. We are better off with write through. هذا يقول انه هو بحالة انه انا احتاج الى افضل كوستنسي، يعني افضل حالة اللي هي تكون متكاملة. متكاملة من ناحية شنو؟ متكاملة من ناحية انه اني سرعة، من ناحية خزن، من ناحية اني ما يصير عندي dirty state، من ناحية انه اني ما اريد ان شيء على حساب شيء. بالتالي فيقول انه حتى اني اسوي هذا الشيء استخدم الرايت ثرو. اني صراحة مو ويا هذا الكلام. ليش؟ لان اني قلت ما اوصل الى هذه الحالة التكاملية. ليش؟ حسب الحالة. فهنا حتى اني يجب انه اني افهم نوع البوليسي اللي اني احتاجه. زين، فاذا حالة انه اني اريد الماكسيموم كونستنسي اخذ منه الرايت ثرو. في حالة انه اني لازم اجهز هاي بيرفورمانس للرايت اوبريشن، وين ابحث على شنو؟ على الرايت باج بوليسي. هذا الشيء هو اللي اني لازم اني افهمه واتجه باتجاهه. يعني شنو؟ يعني حسب، لازم افهم شنو الحاله اللي عندي، وبالتالي اعرف منو البوليسي اللي انا اختارها، سواء كانت رايت ثرو او رايت باج. اس كوستنسي ايشو مي arrays for write back policy we may want to understand those as well. يعني هذا مثل ما قلت لكم انه لازم اني افهم الحالات اللي عندي. Furthermore, our cache exists pattern in term of read write
frequency and data locality may affect our policy choice and right allocation decision. إنه أكثر من هذا الكلام اللي إحنا قلنا إنه الكاش، وصول الكاش أو أنماط الكاش بمصطلحات الريد والرايت بشكل متكرر، والداتا لوكالتي ممكن إنه يأثر على البوليسي مالتنا اللي أنا أختارها أو الرايت allocation decision. هذا كل المعاني هي الصوب بأنه أنا لازم أفهم الحالة اللي مطلوبة، اللي request اللي جايني شنو هو، وبالتالي أختار البوليسي. Conclusion: We've seen the previous right policy used in caches. We discussed the challenge this decision present and the process and cons. يعني العمليات وال condition of some non-technique. Finally, we saw that there no universal answer to the kind of policy we should apply everywhere. هذا يقول لي احنا شفنا انه التحديات والانواع والعمليات والشروط اللي تقنيات البوليسي اللي عندنا، هذا كله بالنهاية يثبت لي انه هو انا ما عندي اجابة عامة، او انا اقدر انه اقول هي هاي اعممها واقول هي هاي حالة كاملة لأي نوع من البوليسي انا لازم انه انا اطبقه، لا، لان كل واحد الى حالة. Our specific choice depends on هذا يعتمد على شنو؟ على requirement focus، اول شيء على access pattern and available resource. فحددت بهذه الأشياء اللي يعتمد عليها، اللي هي المنظور المطلوب أو الشيء المطلوب، الوصول للأنماط، وكذلك للمصادر اللي مطلوبة. أوكي طلاب، لهنا إن شاء الله خلصت المحاضرة. أي سؤال عندكم إن شاء الله تقول لنا إياه بالكلاس أو داخل الميت. شكرا لكم طلاب.